وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وبعد ذلك كلهم آمنوا، أسرة أبي بكر كلهم آمنوا، كلهم آمنوا، زوجاته وأولاده ووالداه رضي الله عنهم أجمعين. نعم أيوه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. وفي ذلك إثبات الرضا والسخط لله عز وجل على ما يليق بجلاله وكماله. نعم. ورواه الطبراني من حديث أبي هريرة إلا أنه قال: طاعة الله طاعة الوالد، ومعصية الله معصية الوالد. إلا إذا حصل الشرك، قال ربنا عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. نعم. ورواه البزار من حديث عبد الله بن عمر أو ابن عمرو، ولا يحضرني أيهما، ولفظه قال: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين.